بسم الله الرحمن الرحيم. هو السميرة رئيسة جمعية تضامن المسيرة لمركز التكوين وتأهيل المرأة بمنطقة عين عودة، عملة الصخيرة تمارة. جينا زيارة لهاد المركب الاقتصادي أو الشركة ديال أندومي، لأنهم جاو زارونا في الجمعية وزادوا شرحوا للناس ديالنا ديال المنطقة بأن أندومي كتكون من مواد حافظة وأنها كتكون من القمح، وعطاوهم تصريحات باش حيدوا ديك الأخطاء اللي كاينة وديك الأغلاط. وجينا تلعين المكان باش النساء ديالنا، هاد النساء اللي جاو مجموعة علينا 40 مرأة، نساء محاربة الأمية اللي كيقراو عندنا دروس محو الأمية، اللي عندهم وليداتهم وعندهم حفايدهم، باش حتى لو كلوا هذيك المادة ديال الأندومي يعرفوا شنو كياكلوا لوليداتهم. شافوا وخداو الشروحات وخداو المواد الحافظة اللي كتكون بها، بأنها مواد مكونة من فيتامينات ومكونة من وسائل حديدية اللي كتعاون على التكوين ديال العظم ديال الأطفال. لهذا كنشكروا المدير ديال الشركه على الاستقبال ديالو الحار، كنشكروا الطاقم التقني والاقتصادي ديال الشركه حتى هما، كنشكروا لي ديليغي اللي جاو عندنا حتى العين المكان العين عوده وشرحوا لنا شنو هي اندومي وشنو هي المواد اللي كتكون منها، وحيدوا لنا كاع ديك الالتباسات اللي كنا كنسمعوا عليها، خصوصا النساء راه كتعش شويه الاميه شويه تغطيه، يعني باقي ما عارفينش ما كيتواصلوش في الاعلام، ولكن جاو حتى العين المكان باش شرحوا لهم هاد المادة منين كتكون. لهذا كنجدد الشكر بالمنطقة ديال تيفلت، لأن منطقة ديالي وقرت فيها وأنا الآن باقي كنزورها. علاش؟ لأننا ما احنا كمراسلين لكل شركة ولكل منتوج المغربي وطني اللي عنده شواهد اللي كيبين بأن المنتوج راه ناجح 100%. وشكرا.